السلام عليكم، اهلا بكم. النهارده هنتكلم على ابو دراع. مين هو ابو دراع وايه موضوعه؟ واحد دراعه ضخم جدا، بس عبارة عن بالونة او عبارة عن حاجة منفوخة، جسم منفوخ في دراعه، تمام. فهو طلع امتى؟ هو طلع بعد ما البيج رامي خد مستر اولمبيا. الصحافة او الصحافة الالكترونية او بعض المواقع الالكترونية انتهزت الفرصة ان البيج رامي خد مستر اولمبيا، والموضوع الناس مركزة مع كمال الاجسام، والناس بتشوف ايه الانجاز اللي اتعمل، وواحد مصري عمل انجاز عالمي والناس كلها بتتكلم عنه. فهم انتهزوا الفرصة ديت ان هم يتكلموا عن نماذج سيئة بدون ما يوضحهم للناس ايه هم دول وايه اللي هم خدوه عشان يبقوا كده. والكلام اتقال من غير توضيح، حتى لو بعض المواقع كانت واخداه للسخرية او للفكاهة، لكنه في الحقيقة ان هو امر صعب جدا. ان انت عرضت المحتوى ده على الفيس او عرضت المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، فده في اطفال شافته، في ناس من اعمار مختلفة شافته، ناس مش عارفة ايه ده. انت ما وعدتش الناس، يعني انت عملت شو بس من غير اي شيء، وده اللي احنا بنحاول نبعد عنه في مواقع التواصل الاجتماعي. او واحد عاوز يعمل محتوى كويس، واحد عاوز يفيد الناس، واحد عاوز يدي محتوى لما تسمعه تعرف انك استفدت بعد ما تخلص من الفيديو بتاعه، مش مجرد تحصيل حاصل، مش مجرد ان هو ما اثرش في حياتك، ما اثرش فيك، ما اثرش في رياضتك، بغض النظر عن اي محتوى انت بتسمعه، من كان طب، اذا كان رياضة، اذا كان في التعليم. انت لو بتسمع محتوى على النت هو ما اثرش فيك وما فادكش، يبقى هو شيء مش مفيد، يبقى هو ملوش لازمة ان هو يكون موجود. وده حاجات احنا بنشوفها دلوقتي كتير، ناس بتعمل محتوى وملوش لازمة، ما بيفيدش الناس. طبعا ما بتكلمش على المحتوى الكوميدي، المحتوى الكوميدي اصلا هو محتوى في حد ذاته، لكن بتكلم على الناس بتتكلم في اي كلام عشان يملوا فيديوهات وخلاص، تمام. نيجي نستعرض موضوع ابو دراع. فهو واحد واخد مواد ضارة. في بعض الناس قالت ما تصنفش ان هي هرمونات، وفي ناس من اللي اخذت هرمونات قالت ان هي كانت بتستخدم في فترة معينة للاعبين كمال الاجسام لتصليح بعض العيوب او لتحسين بعض نقط الضعف في جسمهم قبل البطولات العالمية او البطولات الكبيرة اللي بيكون فيها منافسة شرسة في كمال الأجسام. وبعد كده منعوا الموضوع وبقوا بيطلعوا الناس اللي بتاخد الحاجة ديت من المنافسة، والموضوع ده اتلغى خالص لأن المواد دي ضارة جدا على جسم الإنسان، وعبارة عن مواد يعني أنا معرفش هي إيه، لكنها يعني عبارة عن زيت، يعني كما زي ما قال ناس لعبة اللعبة دي عبارة عن زيت أو أيا كان المواد. هي المواد بتخش جوه عضلاتك حقن موضعي، يعني لو حطيتها في الصدر، حطيتها في الظهر، حطيتها في الباي، حطيتها في التراي، هتعمل شكل، هتعمل بامب، هتعمل نفخ بس، تمام. النفخ ده مش هيبقى شكل الطبيعي، مستحيل يكون شكل الطبيعي، تمام. النفخ ده بيبقى عارف لما حاجة انت لو حد بيتعامل على البرامج ال 3D، لما بتعمل حاجه وانت ما حطيتش الالف عليها، ما حطيتش النحت بتاعك عليها، يعني زي الدراع الطبيعي بتاعنا. فالدراع الطبيعي بتاعنا فهو ايه، تمام، بتلاقي عروق طالعه، تلاقي العضله واخده شكل، كل واحد ليه شكل عضله معين، فتلاقي ليه منظر، الدراع ليه منظر، التراي مش لازق في الباي، لا، في فاصل، في خط جميل كده، في شكل حلو كده، لون الجلد حلو مناسب مع شكل العروق. فالديفينيشن ده مستحيل تلاقيه في اللي بياخد الحقن المميتة ديت، او اللي بتأدي لانك تعيش حياة صعبة بشلل، يعني حاجة زي شلل، حاجة انت اربط في دراعك كده
حد 2 كيلو او حد كيلو حد نص كيلو واربطه في دراعك تمام، ايا كان بقى من ايه، مش لازم حديد اي حاجه، حطها في دراعك ونام واصحى بيه، هو شايله بالظبط، عبء عبء عليه، حجم مفيش تناسق تماما. يعني انا هو دلوقتي هيتنيه عايش بالمواد دي، المواد دي هتنها هيتنيه عايش بيها جوه دراعه. تخيل ان واحد رابط في دراعك 2 كيلو او نص كيلو ايا كان، وانت مفيش تناسق، يعني كتفك ضعيف والباي والتراي بتوعك حجمهم ضخم، وانت اكنك شايل وزن ونايم بيه وصاحي بيه ورايح بيه، داخل الحمام بيه، تستحمى بيه، تلبس التيشيرت بيه، شكل بشع جدا. بغض النظر عن الشكل، ازاي هتعيش حياتك اليومية؟ ازاي انك هتمشي؟ ازاي هتنام على دراعك؟ ازاي هتشيل دراعك ده اما تيجي تتقلب كده، ده كتلة كده تبقى فوق جسمك، تبقى فوق كليتك، تبقى فوق الرئتين بتوعك، ازاي هتعيش بيهم؟ اكن حد حاطط وزن وفي جسمك ما انتش عارف تتخلص منه، ولو قررت انك تتخلص منه هتضطر لبتر الدراع او فتح الدراع، من هيأثر ممكن يعمل ضمور للالياف العضلية وعضلات الباي او التراي او الحتة اللي انت حقنها ما ترجعش تاني زي ما هي، وتبقى ضعيفة جدا. هي بغض النظر هي ضعيفة، هنتكلم بقى هل الدراع ده قوي ولا ضعيف؟ هو ضعيف جدا. لو احنا شفنا الفيديو هنلاقي ان المذيع يعني بغض النظر عن ضعيف ولا قوي، لانه القوة ممكن تكون موجودة في واحد من غير، يعني مش لازم يكون عنده عضلات قوية جدا، لكن القوة بتتقاس بكذا حاجة، مش اللي هي شكل العضلة بس او ضخامة العضلة بس، تمام. لكنه لعبوا ريست وغلبه هو اصلا، يعني لما نيجي نشوف المقارنه ما بينهم ما فيش، هو التاني ده اصلا تقريبا ما بيلعبش جيم، او لو بيلعب جيم فهو ما فيش، يعني تشوفه ما فيش خالص، هو غلبه. يعني الراجل بيقول لك دراع 60 سنتي ولا 70 سنتي، الراجل تك غلبه في الريست، يعني ضعيف جدا، تمام. فهو انا ما فهمتش بردك المحتوى من الفيديو، هل هم واخدينه كسخريه بيقلصوا على الناس اللي بتعمل النوع ده من الضرر على جسمهم، ولا هم واخدينه كسخريه من لاعبي كمال الاجسام، ولا هم واخدين ده ان هم يعرفوا للناس هي دي الهرمونات اللي لاعبي كمال الاجسام بياخدوها، ودي نقطه تانية هنتكلم فيها، هل هي دي الهرمونات اللي لاعبي كمال الاجسام بياخدوها؟ لا مش هي دي، دي مواد ضاره جدا، شكلها بشع، منظرها مقرف، يعني حاجه اكنك عارف الورم، ورم زفت، يعني حاجة انت واخدها عايش بيها، يعني حاجة صعبة جدا، ما انصحش اي حد ان هو يقرب منها. طب ايه الهرمونات اللي لعيب الكمال اجسام بياخدوها؟ ما انتش لازم تعرفها، هي بغض النظر انت تحقن نفسك ليه، انت تعرض نفسك ليه لحتة دي، تحط نفسك ليه فيها، انت مش مريض، ما تحقنش نفسك خالص، ولا بده ولا بده، خليك بعيد. لعيب الكمال اجسام هم عارفين هم بيعملوا ايه، هم عارفين هم بيحطوا ايه في جسمهم، انت مالكش دعوة، ما تقلدهمش، مالكش دعوة بيهم، ما تعملش نفسك فار تجارب، هجرب دي طب طلعت حلوه وبعدها وحشه، ده باظ دراعي، طب وليه يا عم؟ هو انت فار؟ انت بني ادم، ربنا كرمك، اداك البق عشان تحط الاكل منه، هيفيد جسمك من البق، من الاكل، من الفم، هتعرف تفيد جسمك كله وعضلات جسمك كلها. ما تستخدمش انت بقى مناطق تانية زي الحقن دي، بنستخدمها للمريض اللي مش قادر ياكل، للمريض اللي مش واعي بالدنيا، بنحط له محلول، بنحط له فيتامينات، بنحاول نساعده ان هو يفوق. انت راجل صحي، انت راجل ربنا مديك صحه، بتروح وتيجي، ليه تاذي نفسك بالطريقه دي، تمام. فدي حاجه مهمه جدا يا جماعه، ما قلتش الناس دي يا جماعه، وانا ما فهمتش الغرض من مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي بتظهر ناس بالشكل ده وبتشهرهم، بغض النظر عن الشهرة، الشهرة سهلة ان اي حد ياخدها دلوقتي، لكنهم يكونوا مثل او يدخلوهم في لعبة كمال الاجسام او يجيبوهم في جيم وهم ما لهمش علاقة بالجيم. يعني حتى انا شفت سخرية المذيعة بعد كده للراجل ده، فدخلته الجيم، بيقول لها ده الجيم ده بتاعي، الجيم عبارة عن كهف، ما تفهمش، مفهوم، مش جيم اصلا، ده مش جيم بتاع ناس بتلعب كمال الاجسام ولا بتلعب اي حاجة، جايب حدتين وحطهم على الارض، شكله اصلا صعب جدا. فبتقول له اديني تمرينتين للدراع، فبقول لها هو كده وكده وكده وكده، ايه يا ابني ده؟ طب انت عارف انت بتعمل ايه؟ بتقول له اديني تمرينه للبنش ولا للظهر، فاداها تمرين للدراع، هو مش فاهم اصلا، هو مش فاهم هو بيعمل ايه، يعني بتقول له اديني تمرين العضله، فاداها تمرين العضله ثانيه، انت شفت التوهان لغايه فين؟ وفي الاخر بدل ما تقول رساله او توجه رساله
ان هي يا جماعه ده ملوش علاقه بكمال الاجسام، يا جماعه ده ملوش علاقه باللي هو بيحكي فيه اصلا كله غلط، ملوش علاقه بالمجال ده، واحد ماشي طبيعي، واحد زي اي واحد ماشي في طبيعي في الشارع، ملوش دعوه بلعب كمال الاجسام ولا دعوه بالفتنس ولا دعوه باي شيء، وراح خد حقنتين. هل نعتبره ماده ان احنا نستجوبه؟ هل نعتبره ماده ان احنا نتكلم معاه وناخد منه معلومات؟ هل الراجل ده واخد شهادات؟ هل الراجل ده مع اي حاجه؟ فهم واخدوه وسيله للشهره. يعني انا ما بقولش عليه هو بقى، لا، هم الاعلاميين لنفسهم خدوه وسيله للشهره. انت بتتشهر بطريقه وحشه، انت بتضر الناس، انت المفروض وظيفتك الاساسيه انك بتفيد الناس وبتعلمهم وبتديهم محتوى يفيدهم في حياتهم، بتوضح لهم الحلو من الوحش. ما تستخدمش الحاجه اللي قدامك وخلاص بغرض انك تتشهر وخلاص. تتشهر يبقى هدفك الاساسي الشهره، والناس اللي انت بتوصل لهم المعلومات الغلط دي انت هتشيل ذنبهم. يعني دي رسالتك انت كاعلامي او كصحفي او كمراسل، تمام؟ بس اتمنى تكونوا استفدتم الموضوع. ويا جماعه الناس دي مالهاش دعوه بالفتنس ولا بعالم الرياضه تماما، وما انصحش اي حد ان هو يفكر يحقن نفسه ولا باي شيء. انت لو مريض دكتور هيتعامل معاك، ما انتش مريض، بتاكل اكلك الطبيعي وبتتمرن طبيعي بيبقى جسمك كويس وشكلك كويس. اتمنى تكونوا استفدتم. سلام.